السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ووالديكم وكل عزيز يا ربي من هذا الوباء اللي صراحه كثر بزاف ومؤخرا حصد ارواح بزاف. يا ربي تحفظنا وترزقنا حسن الخاتمه. المهم باش ما نطورش عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا لا فيديو، نتمنى يعجبكم وعطيوني الاراء ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. واللي كيشوف قناتي اول مره ما تنساوش تضغطوا على زر اشتراك وعلى الجرس وشي جيم معاكم باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معاكم طبق العيد اللي هو كيف ما كتشوفوا عندي هنايا اللحم الراس بالحمص اللي تيجي لذيذ صراحه. هالطبق هذا انا من عشاق هالطبق هذا، اللحم الراس بالحمص تيجي لذيذ وتيجي معلق. المهم باش ما نطولش عليكم اكثر، خليكم مع المقادير ومع الطريقه. المقادير، ناخذ الكوكوت هيا. عندي هنايا اللحم ديال الراس، عندي هنايا جوج بصلات كبار هما مشلطين رقيقة، الربيع. هنايا عندي 7 الفصوص ديال الثوم انا غادي نحكهم. المهم هنايا عندي ضويمه ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال التحميره او البابريكا، معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق، معلقه كبيره سكنجبير، معلقه صغيره قرفه، وهنايا عندي السمن، وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الملح. هنايا عندي كاس معمر ديال الزيت، كاس صغير معمر، صافي. هنايا ضويمه ديال الزعفران، صافي. دابا غادي نحك هاد الفصوص ديال الثومه ان شاء الله ونرجع معاكم. هنايا كيف ما كتشوفوا انا درت هنايا زدت هذيك التويمه هيا حكيتها وزدتها، صافي. هنايا غادي ندير غير الماء مغلي، نزيد عليه الماء مغلي ونسد عليه حتى يطيب، حيت هاد اللحم ديال الراس ما كيتقلى ما والو. هنايا غادي نضيف الحمص، صافي. شوفوا القياس ديال الماء اللي درت، شفتوا عمرت الكوكوط حتى يهز الطياب مع اللحم ديال الراس والحمص بجوج تيهز الطياب. انا عمرت الكوكوط وغادي نسد عليه تقريبا اكثر من نص ساعه، اكثر من نص ساعه، وديك الساعه غادي نحلو ان شاء الله. صافي دابا راه غيكون دخل هاد الطياب، دابا غادي نضيف هاد الزبيب وغنعاود نسد عليه غير تقريبا شي 10 دقائق حتى ما يطيب ليا الزبيب ونرجع معاكم ان شاء الله.
كنعاود نسد عليه دابا كيدير لكم 10 دقائق صافي ونقدمه ان شاء الله. ها هو طاب البنات، دابا انا غدا ان شاء الله ندير فيه شويه ديال السكر حيت ضروري الحلاوه. مع كثير راني درت 4 ديال السكرات حتى يبان لكم بحال هكا، راه الكوكوط كبيره صافي. غير يذوب ليا هاد السكر وغادي نحطو ان شاء الله، نحطو في صافي نقادو نحطو في الطبسيه.